السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر نينو. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان لكم كل جديد من فيديوهاتي. زي ما اتفقنا إن سوبر نينو تدبير وتوفير وسهولة وقناة منوعة، النهاردة قلت نجدد مع بعض ونعمل كده حاجة حلوة سهلة ولذيذة، وكمان احنا في الشتاء بنحب الحاجات المحلية والحاجات السريعة، قلت نعمل حاجة للمبتدئين كده حتى لو ما بيعرفوش يخشوا المطبخ يعملوها، يفرحوا بقى نفسهم ويفرحوا الولاد، ولو جالك حد على سهوة ممكن تعمليها ومقادير كلها اقتصادية متوفرة في البيت. الحلوة بتاعت النهاردة هتعمل معانا كمية كبيرة زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، وفي نفس الوقت في وقت قليل، ومكونات كلها ان شاء الله تبقى متوفرة عندكم في البيت. وعايزة اقول لكم ان طعمها تحفة تحفة وناعمه جدا جدا جدا، لازم تجربيها ولازم ان انت تعمليها عشان تدوقي قد ايه الحلاوة بتاعتها وقد ايه هي لذيذة وسهلة واقتصادية وموفرة وعلى قد الايد. يلا بينا نشوف الحلوة بتاعتنا عبارة عن ايه وعملناها مع بعض ازاي وايه المكونات اللي هنستخدمها فيها. بقى نعمل النهارده حاجه حلوه كده نفرح بيها الولاد، وفي نفس الوقت الشتا بيحب الاكل الكتير وبيحب الحلويات وكده بتدفي الجسم، فقلت نعمل حاجه حلوه كده على السريع حتى المبتدئين يعرفوا ان هم يعملوها على طول بكل سهوله ومقادير كلها متوفره ان شاء الله في البيت. اول حاجه في بوله عندي احط كوبايه سمنه او كوبايه زبده، الموجود عندك سمنه او زبده ما فيش اي مشكله، كوبايه كامله كده من السمنه او الزبده بدرجه حراره المطبخ اهي. طبعا الشتا مخلي السمنه ماسكه معايا، هبدا بالمضرب اليدوي كده، عندك كهربا خير وبركه، ما عندكيش المضرب اليدوي على ايدك وفكي كده السمنه بس ايه من بعضها. بعد كده في نفس الكوبايه عشان المواعين الكتير عشان ما نغسلش ياما، نفس الكوبايه احط فيها نص كوبايه من السكر، لو بتحبي الحاجه محليه اكتر زودي كمان ربع كوبايه او معلقه من السكر، انا احط كده نص كوبايه ومعلقه. نفس الكوبايه احط فيها السكر، سكر عادي خالص ولا بودر ولا حاجه، عايز تحطي بودر مفيش مشكله الموجود عندك، يعني انا مش بصعبها عليكي بحاول اسهلها لك، بودر ماشي سكر عادي ماشي تمام. هبدا بقى ان انا اضرب السكر مع السمنه كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، ضربت لحد ما افتح معايا لون السمنه مبقاش الاصفر بقى مدي على الابيض شويه. طب قولي لي انا ما عنديش مضرب يدوي اعمل ايه؟ كان اهالينا زمان بيستخدموا ايديهم ويضربوا بيها، يعني ما فيش اي مشكله. بعد كده بعمل ايه بقى بعد ما عملت الخطوه دي وفتحت كده السكر مع السمنه؟ بجيب عندي هنا بيضتين بدرجه حراره المطبخ، بنزل ببيضه بيضه مش بالبيضتين سوا، بنزل بواحده واحده عشان اعرف ان انا ادوبهم كويس، بيض يعني فانيليا، يا باكو يعني لو بيضتين يبقى باكوين فانيليا، يا اما فانيليا عادي العلب دي بتحطي رشه كده كويسه، يا اما بتحطي الفانيليا السايله مفيش مشكله، لو بتستخدمي البواكي يبقى باكوين فانيليا، كل بيضه بتاخد باكو. هبدا ان انا ادمج بقى البيض كده مع الخليط بتاعي كويس قوي كده، دمجت اول بيضه احط البيضه الثانيه برضو وادمجها. هو ضيف كمان معلقه من الخل صغيره كده بتفرق قوي في المعجنات، واقلب بقى كل ده وادمجه كويس قوي مع بعض بالشكل ده كده. بعد كده بنزل بمعلقه كبيره من الكاكاو الخام، لو خام بحط معلقه واحده كبيره، لو مش خام اللي هو الفاتح ده بتحطي معلقتين علشان تدي الدرجه اللي انت عايزاها. ببدا ان اقلب الكاكاو كده كويس قوي مع الخليط بتاعي برضو، وبضيف كمان عندي هنا نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. بعد كده بقى اهو كده بالشكل ده كده، نص معلقه صغيره تكون مش مليانه قوي يعني ولا فاضيه قوي، وابدا ان انا اقلب كل ده مع بعض واكون محضره دقيق اكون نخلاه، هقول لك اخدت دقيق بالظبط. بعد ما خلطت المكونات دي كويس بنزل بالدقيق كوبايه كوبايه، هنزل بكوبايتين وهشوف لو عصت تاني هحط، ببقى نخله دقيق ومجهزاه. هبدا بقى نشتغل بايدي عشان اعرف اتحكم في العجينه بتاعتي وتطلع معايا مظبوطه اهو كده بالشكل ده كده، احنا بنلم بس مش بنعجن. بصي كده هي لسه محتاجة دقيق، بصوا بتطلع ازاي في الايد، هحط كمان نص كوباية من الدقيق كده، ضفت نص كوباية من الدقيق، ضيفيها تدريجي عشان ممكن نوع الدقيق اللي عندك متحتاجيش تاخدي نص كوباية كله،
هعرف بقى ازاي ان هي مش محتاجة دي تاني لما الاقيها بدأت تطلع من ايديا خالص، وان هي بدأت تطلع من البولة بتاعتي. كده بقى جاهز عندي اهو، بصوا طلع من ايدي زي ما بقاش ماسك، وبصوا اهو ده القوام اللي انا محتاجاه اهو، ما بيمسكش في الايد وما بيلزقش اهو بالشكل ده كده. خلاص يبقى كده اخدنا 2.5 كوباية من الدقيق. هنعمل ايه بقى الخطوة اللي جاية؟ بجيب كيس ثلاجة بالشكل ده، بفرده وبحط حتة من العجينة اللي عندي بالشكل ده، واحط عليها كيس ثلاجة تاني من فوق. عندي طول استريتش مفيش مشكلة، وتبدأي ان انتي تفردي كده بالمشابة بتاعتك اهو. العجينة دي عشان تبقى ناعمة جدا، مش عايزة سمكها ولا عالي قوي ولا واطي قوي، هي كده كده كمان هزيد في الفرن كده. حط حتة صغيرة هعملها معاكي واكمل كل الكمية بالطريقة دي. كده فردناها، هنعمل ايه بقى؟ نشيل اللي هو الكيس الاولاني ده، وناخد عندنا هنا كوباية كده او اي حاجة عندي مدورة، وابدأ اقطعها بالطريقة دي وانقلهم في صينية ودخلهم الفرن. شايفين كده حبايبي؟ ده شكل بقى البسكوت بتاعي او السابليه او زي ما انت حابه تسميه تسميه. بصوا بقى عامل ازاي، بصوا بصوا من تحت ومن فوق. طبعا عايزه لونه اغمق تغمقي الكاكاو، تجيبي كمان النوع اللي هو الدارك اللي هو الغامق. هبدا بقى ان انا احشيه، عندي اختيارات كتير، ممكن احشيه شوكولاته بيضه، شوكولاته عاديه اللي هي شوكولاته الدارك اللي هي السوداء، احشيه مربى زي ما انا حابه. هبدا بقى ان انا ايه احط هنا مربى، انا هحشي مربى النهارده، وهنشوف بقى كده هنحشي الوش ازاي. احط بقى مربى وابدا ان انا احشيه كده، افرد المربى جواه كده بالشكل ده كده. اي بقى نوع مربى انت حباه والطعم اللي انت حباه، مش عايزه مربى حطي شوكولاته، مش عايزه تحشيه وتسيبيه كده براحتك، ده يعني ايه خطوه اختياريه دي اهو كده يا بنات. وابدا بقى ان انا اقفله كده اهو، هقفل كل اتنين على بعض بالشكل ده كده. هعمل بقى كل الكميه بالطريقه دي، ونرجع نشوف هنعمل ايه بعد كده. ما انتوا شايفين كده عندي شوكولاته حطيتها على النار وسيحتها، وحطيت عليها معلقتين زيت عشان تديني اللمعه وتبقى سايحه معايا كده. حطيت ميه بتغلي على النار، وحطيت فيها طبق كده، وحطيت فيه الشوكولاته وسبتها تسيح على النار على البخار، وحطيت عليها معلقتين زيت. هبدا بقى ان انا ازين بيها الوش بتاع البسكوت بتاعي او السابلي بتاعي. هبدا كده اخد بقى السابليه عندي، واخد معلقه من الشوكولاته اللي سيحتها بالشكل ده، واحطها على الوش كده، وافردها كده بالمعلقه. بصوا الزيت كمان مساعد ان هي تفرد معايا، بصوا بسهوله ازاي كده اهو، بصوا اهو. ايه رايك؟ بس كده هعمل الكميه كلها بالطريقه دي وارجع لكم. كده بقى هنحط هنا عندي بقى الشوكولاته زي ما اتفقنا هنحطها بالطريقه دي. انا هنا مكسره بقى سداني، مكسراه كده او تضربيه في الكبه بتاعتك، تدقيه في الهون زي ما انت حابه. هنعمل ايه بقى وهي لسه كده لسه الشوكولاته لسه عندي سايحه بالشكل ده كده؟ ببدا ان انا احط السوداني، ما استناش ان هو الشوكولاته تنشف، عشان السوداني عندي او اي مكسرات هحطها تمسك فيها. اهو عندي اهو السوداني اهو بالشكل ده، بحطه كده بقى بأي شكل انا عايزاه، في النص كده شوية، اي شكل انا عايزاه. بصوا بقى بالشكل ده كده اهو، تمام.
انتوا شايفين كده حبايبي، ده الشكل بقى النهائي للحلوة بتاعتنا. بصوا بقى، اتبقى شوكولاتة حطيتها في كيسة وخرمتها ومشيت عليها كده بالشكل ده كده. بصوا بقى ازاي، اكنك شاريها من بره. الطعم حكاية وناعمة قوي وحلوة جدا جدا، تشرفك قدام ضيوفك، حاجة تحفة بجد. طبعا دي مش الكمية كلها، زي ما احنا شايفنا عملنا كمية كبيرة مع بعض. بس كده، ده كان فيديو النهاردة، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني في وصفة جديدة.